السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي ميدل وان؟ معاكم مستر احمد خلف. النهارده نتكلم عن اخر درس في دروس التاريخ، بيتكلم عن الحياة الاقتصادية، وده الجانب اللي احنا هندرسه، الجانب الاخير من جوانب الحياة المصرية القديمة اللي هندرسها في الترم الاول. هنتكلم عن الحياة الاقتصادية. يعني ايه الحياة الاقتصادية؟ يعني مجموعة الانشطة البشرية التي كان يمارسها المصريون القدماء عبر العصور. يعني ايه انشطه بشريه؟ يعني الشغل اللي كان بيشتغله المصري القديم هو الحياه الاقتصاديه. ايه الانشطه البشريه اللي كان بيمارسها المصري القدماء المصري القديم عبر العصور؟ زي مثلا الزراعه، زي الصناعه، زي التجاره، هي دي الحياه الاقتصاديه. وهب الله مصر طبيعه جميله غنيه بمواردها الاقتصاديه. طبعا الطبيعه الجميله دي بيجري فيها نيل فياض تمام ومليء بالخيرات، وفيها صحاري مليئة بالكنوز زي الصخور والمعادن، وفيها حاجات كتيرة جدا ربنا وهب لنا كل الكلام ده. ونتج عن ذلك ان المصريين بدأوا يزرعوا ويرعوا الماشية، مش كده وبس، كانوا بيصطادوا كمان في البر والبحر، ونقضوا بالصناعة والتجارة مثلما تفعل الشعوب المتقدمة. لذلك تعددت مجالات الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية كانت عندهم مجالاتها كتير ومتنوعة. طب زي ايه المجالات كده؟ اول مجال هنتكلم عنه الزراعه. طبعا احنا عارفين ان الزراعه ده نشاط الانسان مارسه منذ القدم، وان الزراعه كمان ساعدت المصري القديم على الاستقرار. تمام. طيب هل المصري القديم كان بيزرع في اي وقت؟ لا، كان في مواقيت للزراعه، يعني كان في مواعيد. المصري القديم قسم السنه الزراعيه بتاعته الى 3 فصول متساويه. ايه هما ال3 فصول؟ فصل الفيضان، والفصل ده بتغمر مياه الفيضان الارض، المياه بتيجي من نهر النيل، بيبقى فيه مياه كتير قوي، فيسيب المياه في الارض، ويمتد من منتصف يونيو حتى منتصف اكتوبر، من نص 6 لغاية نص 10. فصل البذر، وفيه يبذر الفلاحون البذور في الارض. بعد كده الفصل اللي بعده يجي الفلاحون يرموا البذور في الارض، ويمتد من منتصف اكتوبر حتى منتصف فبراير، من نص 10 لنص 2. الفصل الثالث هو فصل الحصاد، تبدا بقى المحصول يطلع، وفيه يتم جني المحصول، ويمتد من منتصف فبراير حتى منتصف يونيو، من نص 2 لغايه نص 6. يبقى السنه الزراعيه كانت 3 فصول، فصل الفيضان، فصل البذر، فصل الحصاد. طيب ايه المحاصيل الزراعية اللي المصري القديم زرعها؟ المصري القديم زرع حاجات كتير قوي. زرع حبوب زي القمح والشعير، زرع خضروات زي البصل والثوم، زرع بقول البقوليات زي العدس والحمص، زرع فاكهة زي العنب والبلح. يبقى انا عندي المصري القديم زرع كل حاجة، حبوب، خضروات، بقوليات، فاكهة، كل حاجة زرعها المصري القديم. طيب ايه الالات الزراعية اللي المصري القديم كان بيستخدمها في الزراعة؟ استخدم المصري القديم المنجل، والمنجل يستخدم في قطع المحاصيل في موسم الحصاد. الى حد كده اسمها المنجل، بيقطع بيها المحاصيل من الارض. استخدم كمان الفأس، والفأس كان يستخدم في تقليب التربة الزراعية، بيقلب بيه الأرض. استخدم كمان الشادوف، والشادوف كان يستخدم لرفع المياه إلى الأراضي المرتفعة لريها، زي ما عندنا في الصورة كده، تمام، اللي بياخد المياه من تحت ويرفعها فوق. يبقى الآلات الزراعية المنجل والفأس والشادوف. الشادوف ده عامل زي الساقية كده. طيب قال لي كمان المصري القديم كان بيعمل مشاريع ري. مشاريع ري يعني ايه؟ قال لي المصري القديم كان بيقوم بمراقبة النيل وتنظيم الانتفاع بمياهه عن طريق ايه؟ ايه مشروعات الري اللي ممكن المصري القديم يعملها؟ كان بيحفر الترع ويشق القنوات ويقيم الجسور. دلوقتي عشان اخد المية من النهر اوصلها للارض الزراعية، يبقى لازم احفر ترعة او اعمل قناة او ابني جسر او سد. لذلك أقام السدود والخزانات لحجز الماء وتخزينها، وأقام أيضا المقاييس لتسجيل أيام الفيضان
ودرجة ارتفاع وانخفاض مياه النهر. المقياس اللي بيتبنى على النيل ده عشان يعرف المية وصلت لفين ويقدر يقدر الضرايب على الأرض المزروعة. يبقى مشاريع الري اللي عملها المصري القديم حفر الترع والقنوات والجسور وإقامة السدود والخزانات وإقامة مقاييس على النيل. بنيجي بعد كده لتاني نشاط اقتصادي كان بيمارسه المصري القديم، الصناعة. يبقى المصري القديم ما كانش بيزرع بس، ده كمان أبدع في الصناعة. تنوعت الصناعات بتنوع الخامات البيئة المصرية مثل الرمال والأحجار والمعادن والنبات الطبيعي والمحاصيل الزراعية. كل دي خامات موجودة في الطبيعة، عندي رملة، عندي أحجار، عندي معادن، في نبات طبيعي، في محاصيل زراعية، علشان كده تنوعت الصناعات. طب ايه اهم الصناعات اللي كانت موجودة في مصر الفرعونية؟ رقم واحد الصناعات الحجرية التي تعد اقدم الصناعات. اول صناعة عرفها المصري القديم حيث صنع ادواته من الاحجار زي الاسلحة والادوات والاوعية. الصناعات الفخارية، أبدع المصري القديم في صناعة الأواني الفخارية منذ أقدم العصور، مش كده وبس، ونقش عليها الرسوم والمناظر الجميلة. كمان كان في صناعات زجاجية، المصري القديم كان من أسبق الشعوب اللي صنعت الزجاج. منين؟ من رمال الصحراء، الرملة بتاعت الصحراء قدر المصري القديم إن هو يصنع منها الزجاج. كمان ايضا كان في صناعات معدنيه مثل صناعه الاواني والاسلحه وادوات الزينه والحلي، ادوات الزينه والاباريق والمرايا. الابريق ده حاجه كبيره كده بيصب منها ميه. الصناعات الخشبيه اعتمد فيها برضو الانسان المصري القديم على الخشب المستورد من بلاد فينيقيا اللي هي بلاد لبنان حاليا وبلاد النوبه وبلاد بوض، فصنع الأبواب والتوابيت والأثاث والمقاعد والصناديق الخشبية. تمام؟ زي ما موجود عندنا في الصورة كده قدامنا. يبقى الصناعات الخشبية كان بيعتمد فيها كمان على الخشب المستورد. قدر يصنع أبواب، يصنع تابوت، يصنع أثاث، مقاعد، صناديق. والصناديق دي كان بيحطوا فيها هدومه على فكرة. صناعة المنسوجات، كان المصري القديم بيصنع ملابسه من الكتان. وكانت المرأة هي التي تقوم بعملية الغزل والنسيج على الأنوال اليدوية زي ما موجود في الصورة كده قدامنا، ده اسمه نول يدوي. تمام؟ كذلك أيضا كان في صناعات جلدية مثل دبغ الجلود وصبغها، يعني إيه؟ يعني صبغ الجلود، حيث صنع منها أغطية للمقاعد والوسائد والنعال والسيور الجلدية، النعل اللي هو الجزمة والسيور اللي هو الشبشب. يبقى الصناعات الجلدية مثل دبغ الجلود وصبغها، صنع من الجلود أغطية للمقاعد، وسائد، مخدات، نعال وسيور جلدية. كان في كمان أيضا صناعات قائمة على نبات البردي. ورق البردي ده بيعملوا منه صناعات؟ كانوا بيصنعوا منه الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب. الورق عارفينه، السلال اللي هو حاجات اللي عامله زي السبت كده عندنا، الحصير، الحبال، القوارب، حتى السفن الصغيره. المصري القديم اول من صنع من نبات البردي. بعد الصناعه كان في نشاط التجاره. التجاره برضه كانت من الانشطه الاقتصاديه اللي مارسها المصري القديم عبر العصور. المصري القديم عرف التجارة منذ فجر التاريخ واشتغل بيها وضبط قواعدها. طب التجارة كانت عاملة ازاي زمان؟ كانت شغالة ازاي؟ كان في فلوس؟ لا، اعتمد المصري القديم في البداية على اسلوب المقايضة. يعني ايه مقايضة؟ يعني مبادلة سلعة بأخرى. تمام؟ أنا عايز أشتري قطن، تمام؟ أو أنا عندي قطن أنا عندي قطن مثلا وعايز أجيب قمح، أعمل إيه؟ أبدل القطن اللي عندي بالقمح. هو ده التجارة، مبادلة أو المقايضة، مبادلة سلعة بأخرى. ثم عرف بعد كده استخدام عقود البيع والشراء والسجلات والإيصالات. المصري بعد كده اتطور، عرف إن هو ممكن يستخدم بعض العقود بيع وشراء ويكتب سجلات وإيصالات.
طيب ايه كانت وسائل النقل زمان كانوا بينقلوا البضائع ازاي؟ كانوا بينقلوها يا اما عن طريق القوارب المصنوعه من نبات البردي وده بيبقى في نهر النيل، او الدواب اللي هي الخيول مثلا في نقل السلع في الطرق البريه، يبقى عن طريق النهر، عن طريق الدواب، او الدواب اللي هي الحيوانات زي الخيول كده، ده في الطرق البريه. التجاره انقسمت الى نوعين، تجاره داخليه وتجارة خارجية. التجارة الداخلية يعني حركة البيع والشراء بس بين القرى والمدن المصرية، هي كلمة تجارة أساسا يعني بيع وشراء، يبقى هي حركة البيع والشراء بين القرى والمدن المصرية يعني جوه مصر، وكان النيل هو وسيلة المواصلات الأولى في نقل البضائع من مدينة إلى أخرى، كان نهر النيل هو وسيلة المواصلات رقم واحد. التجارة الخارجية وهي حركة البيع والشراء بس كانت بتتم بين الدول وبعضها البعض. طب دي كانت بتتم عن طريق نهر النيل؟ قال لي لا، دي ما كانتش بتتم عن طريق نهر النيل، دي كانت بتتم عن طريق السفن الكبيرة اللي كانت بتبحر في البحر المتوسط أو البحر الأحمر. فكونت مصر علاقات تجارية مع بلاد بونت اللي هي الصومال وبلاد فينيقيا لجلب الاخشاب والبخور والجلود والعاج عن طريق السفن اللي كانت بتمشي في البحر المتوسط او البحر الأحمر.